متابعين في الدنيا، اشترك في قناة أخبار الفنانين مع نازين عشان تعرف كل الأخبار الجديدة. اوعى تنسى كومنت واللايك. أحلام تتسبب في بقاء أصالة بعد ما قال فائق الحسن لرد اعتبارها. خلال حلقة سعودي أيدول، وجهت الفنانة أحلام اللوم على الفنانة أصالة بسبب كلامها الكتير، وقالت بمزحة: الله يعينك يا فائق، قلبي معاك. فما كان من فائق إلا أن سار لتطيب خاطر أصالة في لقاء صحفي عقب حلقة سعودي أيدول، وقال: في واحد زوجته أصالة وتكونوا حاملين همه إنها بتحكي كتير، ده الناس بتتمنى إنها تحكي مع أصالة، وأنا أصلا مبسوط. وعلقت على كلام أصالة إنها ترى السكوت قد يكون في بعض الأحيان محرج، وذلك بعد أن كشفت إن فائق لم يعتد على إجراء الحوارات الصحفية، لكنه أراد في هذا اللقاء أن يكبر بخاطرها. وتابع فائق حسن تغزله بزوجته، ولم تتمالك أصالة الدموع فبكت وقالت: هذه أول مرة يتحدث فيها هكذا.